حس الاشتراكي المصري تحت التأسيس، كلها أحزاب تحت التأسيس. حزب التحالف الاشتراكي الشعبي، حزب الاشتراكي المصري، الحزب الشيوعي المصري، الاشتراكيين السويين، حزب العمال الديمقراطي. تم بناء هذه الجبهه اتخذ قرار بصياغه طريقتين اساسيتين. الورقه الاولى حوالين عايزين نخلق توحد، مش حوالين تحليل اللحظه السياسيه الراهنه اللي احنا فيها. حاجه ثانيه، ورقه ثانيه هتتكتب حوالين ازاي الائتلاف ده يترجم نفسه في بناء مرتكزات جماهيرية داخل الحركة العمالية والفلاحية في الطوارات الشعبية. أول عمل هنقوم بيه جبهة القوى الاشتراكية هو يوم الجمعة القادم. ستتوحد الأحزاب الخمسة في منصة واحدة تحت لافتة جبهة القوى الاشتراكية، وشعارها هيكون ضد الطائفية والعنصرية والدفاع عن حق المواطنة والدولة المدنية. منصتنا، منصة الجبهة الاشتراكية، هتبقى عند كنتاكي. هنتجمع الساعة 1 الظهر في ميدان طلعت حرب عشان نخش المنصة بمسيرة، وفي وقت هيتوجه من الجبهة الاشتراكية في الصباح لاعتصام المسلمين والمسيحيين امام مبنى مسبيرو، وهنروح نقرا بيان الجبهه في هذا الاعتصام، وهنعلن موقفنا مع الدوله الوطنيه والمواطنه وضد اضطهاد الاطفال في مصر. وبالتالي دي الخطوه الاولى، وغالبا هيبقى في خطوات ثانيه ودعم هذا الظاهره.